وهذا سائل يقول: لماذا نقول في الصلاة آمين وهي غير موجودة في القرآن؟ ولماذا لا نقول في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم جهرا وهي موجودة في القرآن؟ وهل كل ما في القرآن يجهر به أو بلازم؟ بسم الله الرحمن الرحيم موجودة في القرآن، لكن لا نجهر بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها في الصلاة، نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما آمين فمعناها اللهم استجب، لأن الفاتحة دعاء، فاتحة دعاء، فإذا قرأت الفاتحة تقول آمين، أي اللهم استجب هذا الدعاء. نعم.